تلبس البدله دي يا بابا. افهمني بقى يا بابا، بص الجاكيته دي ستايل قديم. انا يا بابا لو فانكي، بص يا بابا السبايك، بص كل الادويه دي ما تلزمنيش. ده ابو امك موافقش عليا الا لما بص كده ولقاني لابس الجاكيته دي. ما عشان كده مات مجنون. اخرس تعالى اعدلك الكرافته. استنى نفسي تبقي موجود النهارده. طيب وركبي اهو هخطب. وحشتيني يا زبيده. انا بموت يا عم هاني يا شاكر. وحشتيني يا بابا. ثانيه كمان وانا هوحشك. وحشتيني يا زبيده. يا بابا مالك يا بابا؟ معلش الله يرحمها الله يرحمها. يا بابا هتخنق. انت بتشنقني. طيب خلاص خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر يا رب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيت يا لوزه، بيت يا لوزه. ايوه يا ستي. تعالي يا بيت. ايه اللي مرمى على الارض ده؟ دي ميه يا ستي، انا لسه مسحه. انت ايش عرفك انت؟ ميه ايه ده؟ عمل معمول لي. امشي هاتيلي شويه ملح عشان افسده. امشي يا بيت. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. الهي يخرب بيتك يا وليه يا ام عاطف. تولعي بجاز انت وابنك عاطف وجوزك ابو عاطف يتشل ان شاء الله علشان ترتاح. يا سيدي يا كبير، جرجرها من على السرير. يا سيدي يا امام، احرمها من دخول الحمام. اه يا وليه دي خرب. هات يا بيت هات يا بيت. يكفينا شر المستخبي والمعمول والمرمي على الارض والمكتوب على الورق. قادر يا كريم. امسك يا بيت وقفلي الباب. حسك عينك الاقي ميه بعد كده مرميه على الباب لحسن مكتب الله. امسك دماغك ده واحطها في قلب الميه السخنه المغليه وانتفك زي البطه شعريه شعريه. انت فاهمه ولا ما انتش فاهمه؟ انت هنا يا حمدي. ازيك يا خالتي؟ حبيبي ازيك يا روح؟ عامل ايه؟ وحشتني يا ولا. ايه يا ولا، انا مش قايله لك الف مره ما تقلعش الخرزه الزرقاء من رقبتك؟ اهي النتيجه اهي، رقبتك عماله تختفي تختفي لما دخلت في زورك. مفيش حاجه نافعه يا خالتي. ليه مالك يا ولا؟ اسالي نوايا. يا ماما بقالي ساعه بفهم حمدي ان وجوده هنا وانا لوحدي ما يصحش، مش راضي يفهم. ابن خالتك وبيسال علينا. هو في حد بعد ابوكي ما مات سال علينا غيره؟ شوف بقى، انا عامله النهارده صينيه مكرونه بالبشاميل انما مقري عليها 7 مرات. المفروض تساليني انا. اسالك انت ليه؟ هو انت غريبه؟ انما هو غلبان يا حبه عيني، عايش لوحده يا عالم. يا عالم من اللي عايش معاه. عن اذنكم علينا بيت. تعالي يا بنت، انا ولا انا عايزاك في كلمتين. بقول لك ايه يا حمدي يا حبيبي، خش السفره اقعد العب شويه على ما اجي لك. حاضر يا خالتي. ترتي اقعدي حطي في دماغك بقى، مش عشان انا وافقت ان تيمور ده يجي يخطبك تقومي تعاملي ابن خالتك وحش. يا ماما كل ما يشوفني يقولي بحبك وعايزه اتجوزك. وماله، حد يكره يتجوز كم اللحم ده؟ يا بنت ده غني ومقرش، ابو سايب له شيء وشويات العماره دي كلها بتاعته غير محل الذهب. يا ماما انت عايزه تقنعيني بايه؟ انا من سنتين كنت بقول له يا انكل. يلا قومي عشان تاكلي معانا. مش وقت. عندك بنت حره ياكل على نفسه بتاع. يا بابا لو العربيه اشتغلت لوحدها وشك هيبقى كفته. مين اللي هيشغلها وانا بره؟ في ايه؟ يلا في ايه عندنا معاك يا بابا؟ بس اربع عيش. انا اسف انا اسف. انت مش قاسي الزيت ده 60 مرة امبارح؟ امبارح غير النهارده يا بابا. انت هتديها حقنا خلصنا يا ابني. دي مسؤوليه. والعلم حضرتك لما نوصل هنركن العربيه المعفنه دي بعيد عن بيت ام نوال، مش عايز فضايح. السعر من العربيه. روح خد لك تاكسي. أنا مش رايح. انا اسف. اتفضل اتفضل بقى يا بابا. يلا يلا حبيبي. شفت ده يا خالتي؟ حتة ألماس تمنها 10,600 جنيه. هتاكل منك حتة. الله منين كده يا واد؟ ده ألماس. ولو اني ما بحبش ألبس الألماس عشان الحسد واللازم منه، لكن هلبسه بقى والحري صلى. راح فين يا نواه؟ رايحة كوافير. بابا يا ماما. في سلامة يا حمدي؟ مفيش. الله يسلمك يا نونا. انت رايك يا خالتي في موضوع الخطوبة ده؟ يا اخويا انا ماليش رأي، الرأي رأي بشندي. لو وافق يبقى انا موافقة، موافقش بقى يبقى كل شيء نصيب. وبشندي دخله ايه في الموضوع ده؟ لا 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 اوعى تخبط، دول اهل الطلع والمستخبي، تروح في 60 داهية. عندك حق، يبقى بشندي هو الحل. ايه يا بابا الطريقة دي يا بابا؟ يا ابني مش رايحين فرح. ايوه بس الطريقه دي بقت بيئه قوي. كل اللي فرح كده، مفيش حاجه اسمها بيئه. يا بابا مش لاقي عليا، ام فانكي. انزل يا فانكي خد لك تاكسي اذا كانش عاجبك. طب امشي بسرعه يا بابا، احنا راكبين نمله. الراجل ده رخم قوي يا بابا. سيبك منه سيبك منه. انت لازق فينا ليه يا رزق؟ ما الشارع واسع. Thank you.
هتلاقي امك دي جايبها لك. يا راجل يا حمار استنى عليا انا هوريك. انت نازل ليه يا اخي؟ ماشي لازق فيا ومستعجل، ما الشارع واسع قدامك. انا حمار؟ طيب اقل واجب لما تخش عليها الدخله دي تبقى 60 حمار كمان. وبعدين ايه عربيه المولد اللي انت راكبها دي؟ مش عاجباك العربيه تبقى حمار. بابا حمار وسايق جماعه. بابا مش عاجباك العربيه يا كمان. بابا ما كترش في كلامك، افتحي. انت ما تغلطش فيه، خليك بعيد. ما كترش في الكلام، خليك بعيد عشان انت ما تكرمش. انت لازم تتربى بقى. وريني رخصك يا بابا. تمتحن انا تعرف ده ايه؟ انت بتدي لك على ايه؟ تيمور 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 تيمور. انا لا كان معايا واحد صغير بس تعرف راح فين. المصاري اتفضل يا بابا. بابا انت تيمور يا انا للاسف. تيمور يا بابا. اخبار الخلانوسه ايه؟ من السفره بس انا اعرف انها في اسكندريه وطنطا. مسافره بره مصر. اه لو كانت موجوده هي دي اللي هتجيب لنا قرارهم واصلهم وفصلهم. يا رب ناولني شوفتها يا رب. كلنا شغالين بامرها. خدي ورشي شويه الميه على الكراسي اللي هيقعدوا عليها. حاضر. مش بره. ازيك يا بابا؟ ازيك يا لوزه؟ اه عامله ايه معاكي لوزه يا ست هاني؟ حلوه يا اخويا زي الفل، ما تتخيرش عنك. ايش بره البيت؟ الله يعلي اصلك كمان وكمان. ماما هش هش يا ماما جايالك يا نوال. هش 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 برا 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 بعيد عن البيت. هي عايزه ايه؟ مين اللي جاب شاندي ده هنا؟ انت مش عاوزاه يجي في يوم زي ده؟ امال مين اللي هيجيب لي قرارهم ويطمني عليكي؟ نفسك اخطب لك وانا منتصر؟ يا بابا ما تقولش كده، والله ده انا فخور بيك جدا. ده انت استحملت ضربه ما استحملوش 100 راجل. ما تقولش كده جوه. لا لو قلت جوه همشي. ده بيني وبينك بابا احنا نخش الزباله دي. الزباله انت عارف مدفوع فيها كام؟ يا ماما انت عايزه تفضحيني. خش 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 وخليكي في حالك. افتحي يا بنتي يا لوزه. العروسه ماتت يا بابا. اول يوم ده بان من اوله. ماما فين يا بنتي؟ ماما مين يا بابا؟ ماما فين يا بنتي؟ موجوده اتفضلوا. انت البوليه يا بابا قفلت لك عينك. ماما بتاعتك غير بتاعتي. اتفضل يا بابا. مساء الخير يا فندم. تيمور عابد الببلاوي. ده مش طبيعي يا بابا. مين ده؟ ما اعرفش، يمكن واحد من قرايبه. اهلا وسهلا. هو بيعمل كده ليه؟ ده بياكل بقه. بياكل بقه يبقى خطر. الله انت زعلته؟ ايه الاسلوب ده ليه كده؟ احنا ضيوف عندكم. في ايه؟ في ايه؟ وكمان ما يصحش تسيبوا حد خطر كده في البيت. بابا انا خايف قوي. ما تخافش. ايه ده؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا، حصلت لنا الف بركه. ازيك يا تيمور يا حبيبي؟ الله يسلمك. تعالى ازي حضرتك؟ الحمد لله. بابايا عابد الببلاوي ترزي حريمي. باين على وش حضرتك، انما كفى الله الشر. ايه اللي حصل في وشك؟ لا خير يا فندم، خناقه بسيطه في الشارع بس بابا ضرب الناس بفترة. بس ده وشه متدمر خالص. اه ما حريك بابا في الخناقات بيضرب بوشه. ده نازل الترع. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الحقيقه يعني ما احنا جايين نطلب ايد الانسه نوال لتيمور ابني، بس الظروف مش سامحه خالص. مين قال كده؟ ده احنا مبسوطين خالص. اهلا وسهلا. هو فعلا حضرتك اول ما جينا قابلنا التربي ده فقلقنا شويه. لا ده بشاندي بشاندي بشاندي، ده بركه البيت. زي ما يا ابني. ايوه بابا عيني يا حبيبي. يا ابني انت عامل ملح في عيني يا بابا. ليه يا هارب بترش ملح علينا ليه؟ الله لو انت خلينونا يا فندم عشان يبقى عيش وملح بينا وبين بعض. يعني هتحطوا لي نص رغيف في عين الثانيه؟ معلش يا حبيبي معلش. تحرقني يا حبيبي. ما ردتيش علينا يا هارب. ربك كريم، هو اللي بيجوز وهو اللي بيطلق. يا استاذي احنا اوامر ماشيه على الارض. اوامرك يا سيدي. ده حصان. حصان ولا حمار؟ نعمل ايه؟ هو حضرتك ده بيت نوال زميلتي في الكليه؟ طبعا بيت نوال. يا نوال يا نوال بنتي نوال. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبتي؟ سلامتك. ايه اللي حصل؟ لا مفيش حاجه، حاجه بسيطه حاجه بسيطه. ازيك يا تيمور؟ ازيك انت؟ الحمد لله. ايه مش ملاحظه حاجه عليا؟ مش سلامتك ولا حاجه؟ سلام. الله يسلمك. ايه البدله دي؟ ايه
ايه البدله دي؟ بدله؟ انت لسه شفتي حاجه؟ مبهوره بالبدله دي. نور يا عم. الله يخليك، انت منوره ما شاء الله. قمر بدري منور. بدل استر من عيني يا عم. احنا طبق فول، ايه اللي بيعمله ده؟ ما رديتيش علينا يا هارم. الولد قلقان. انا لسه ما جاليش الرد. وجاي منين الرد ده؟ اما يشهل. هو مين اللي يشهل يا فندم؟ الله الله، الحمد لله الرد وصل. شوفوا بقى، انتوا سيبونا يومين عشان نفكر، مش كده يا باشندي؟ المكتوب مكتوب، واللي حينشاف حينشاف يا هانم. يا جماعة احنا جايين نعمل عمل، ايه الاسلوب اللي في بيتكم ده؟ انا ولا تيمور ولا كلمة. استهانم عقبال ما يجيلك الرد، تليفون بيتنا عند بنتك هريانة، تليفونات ليل ونهار بتتصلي بينا. يلا يا بابا ما تتكلمش في حياتك. ولا كلمة قدام. يلا معلش يا عمي انا اسف. شاكرين قوي. انا مالك جايبانا انا وابويا ترش علينا ملح؟ شاكرين قوي. يقولوا علينا ايه يا ماما؟ بيت مجانين. احنا قاعد علينا في المنطقة كلها. ايه خير يا باشندي، ايه الاخبار؟ لا يجوز يا هان. انا قلت والله انه لا يجوز. الولية حماتك دي دماغها ضربة. يا بابا انا مالي ومال، انا اتجوز بنتها. بابا احنا بقالنا ساعة بالليل فمش هنروح. هوديك مطعم كباب اللي كلت فيه انا ومرحوم امك يوم خطوبتنا. ربنا يخليك حبيبي. انا لما كنت عاوز ابسط امك وافرفشها وادلعها كنت اعزمها في المطعم ده. كل يا تيمور، كل يا ابني. انت داخل على جواز محتاج ترم عظمك. اللحمة حلوة قوي بابا، كنت بتجيبني ليه من زمان؟ والحاج جوده ده سهل، ده بالحجز يا ابني، انا حاجز لك دي من اسبوع. الترابيزه ايه؟ ربنا يخليك يا بابا. بس ده راجل كريم قوي. بص الريشه قد ايه؟ انا عمري ما شفت ريشه كده. هو عيبه انه غالي، بس الغالي تمره فيه. يا بابا انت هتقتلني عشان انت اللي هتدفع؟ يا ابني انا اقصد طعم اللحمه هنا غير اي مكان تاني. بقولك يا بابا بعد اذنك، ممكن بعد الخطوبه بعزم نوال وامها هنا؟ وامها لا، نوال في عينيا الاثنين. طب والنبي ما انت ما بتاكلش، خد من ايدي دي. يا ابني كل انت. بص يا بابا الريشه قد ايه؟ ده الراجل ده كريم جدا. طب والنبي اللي تاكل حته. انت بتقول كل بس انت. والله ما بتاكل. طب انت اطول ولا اطول؟ ايه بابا الحكومه دي في ايه؟ يلا انزلوا. دول اعظم القوم. اعظم؟ قصدي كبارات البلد بيجوا ياكلوا هنا دايما على طول. الاكل يستاهل بصراحه. مش كده؟ اه والله. مراحوا فين كده بابا؟ تلاقيهم ما لقوش ترابيزات فاضيه هنا، هياكلوا على الواقف جوه. والنبي بابا ما نخلص دول اطلب لنا 2 كيلو تاني. عينيا يا حبيبي. انت والله انت ما تقلقش. بتكسفني يا طب تيمور. دي اكتر من اللي معاك. طب امسك بس. عمي يا يا باشا ده لحم خلفان مطبوخ في المذبح. انت بتاكل الناس لحم حمير؟ الحمير دي بس عاملها في الدليفري. دليفري؟ بسميكوا اللي بتاكلوها دي لحم حمير. مالك يا بابا؟ صعبان عليا مرحوم امك واكلتها هنا كتير. يس 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 يس. شاكرين على العشوة الظريفة دي يا بابا، إن شاء الله تعمل لنا على الغدا بكرة صينية الكلاب. يعني أنت أكلت لوحدك؟ ما أنا واكل دي نص حمار. ماشي ماشي. اتفضل. يوعى. اتفضل. ما تغرش يا عمي، أنا فودة 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 فودة. فودة إيه وزفت إيه؟ إيه الهزار الماسخ بتاعكم ده؟ رئيسكم أنا؟ حرام عليكم. طالع معايا ولا هصيع مع الفشلة دول؟ هيصيع مع الفشلة دول يا عم. طيب هات لي معاك فوار. حاضر يا بابا سلامتك. ايه الاستهبال ده؟ بقى انا اموت فيها يا عم. بنهزر. بقول لك ايه؟ ايه؟ اطلع هات الكونترباص. ليه؟ عندنا حفله بكره. تتكلم بجد؟ ايوه. مية مية. بابا وحياتك ابعت لي كونترباص. وحياه اميره ولبنى وسميره. وحياه اميره ولبنى وسميره وناديه واختها. وحياه اماني وسمر وناني. وحياه اماني وسمر وناني والشله كلها. نركز يا جماعه، هنعلب اميره ونوطب اختها. اوكي خدي اتصلي بيه. اتصل اقول له ايه بس؟ اوعى انت اوعى. واحد ثلاثه اربعه. وحياه اماني وسمر وناني. الو. ايوه يا نواف. كلهم موجودين، يعني هيروحوا فين؟ تيمور. نعم. تليفون نواف. يا نواف ما جيتيش ليه؟ مش في بروفة عشان الاغنيه بتاعت بكره؟ انت مالك؟ في ايه ملخبطه ليه؟ طب خلاص هشوفك بكره. مش مشكله تعملي بروفة قبل ما نشتغل.